بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وأمدنا بمدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب الغيرة. الغيرة، والمصريين يقولوا عليه الغيرة بكسر الغين كده، لغة المصريين. الغيرة، وهي من الأحوال التي تعتري العبد ويوصف بها الله سبحانه وتعالى من باب المشاكلة. فمن جهة الله أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشاركه أحد في ملكه فيغار على ذلك، فالغيرة هي عدم قبول المشاركة مطلقا فيما تملك، عدم قبول المشاركة فيما تملك. فأنت مثلا تملك مالا لا تحب أن يشاركك أحد فيه، فإن أراد أحد أن يشاركك تغار فتمنعه أن يشاركك فيه. أنت لك زوجة لا تحب أن يشاركك أحد فيه، فإذا أراد أحد أن يتطلع إليها تغار فتمنعه. وكذلك الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، يملك السماوات والأرض، ويملكك أنت أيها العبد، ويملك كل شيء، فلا يحب أن يراك تظن أن هناك مؤثرا معه أو فاعلا معه أو تنسب شيئا لغيره سبحانه وتعالى، فيمنعك من ذلك. ولذا حد حدودا وجعل هناك أحكاما وحرم الحرام سبحانه وتعالى، حتى يختبر انصياعك لأوامره سبحانه وتعالى. فهل لم امتنعت أو التزمت، أو لم تمتنع ولم تلتزم؟ فإن امتنعت والتزمت رحمك، وكنت قريبا من إحسانه لك ومن فضله، وإلا يغار فيعاقب سبحانه وتعالى. فالغيرة حال من الأحوال من جهة العبد يكون في مقام البقاء، لأن في حاجة اسمها مقام الفناء، اللي هو مقام الجمع، اللي هو مقام وحدة الشهود، شرحنا هذا في المقامات. وأن هناك في مقام يسموه مقام البقاء أو مقام الفرق قبل البقاء بعد الفناء. ومقام الفرق وهو أن يرى العبد أنه عبد ويرى أن هناك رب، هذا هو يسمى مقام البقاء أو مقام الفرق. هناك فارق بين المخلوق والخالق، فيرى أن هناك فرق. فالذي يرى الفرق في مقام الفرق يشعر بمقام الغير، لأنه يستشعر أن هناك مغار ومغار عليه. أما الذي هو في مقام الفناء تماما فلا يرى إلا الله، اللي يسموه مقام الوحدة، وحدة الشهود، وأحيانا يعبرون عنه بمقام التوحيد، وأحيانا يعبرون عنه بمقام الجمع، وأحيانا يعبرون عنه بمقام الفناء، فلا غيرة عنده، لأنه لا يرى مع الله مشهود أصلا، فلا يستشعر أن هناك مغار أو يغار عليه، لأن لا يرى لنفسه فعل ولا يرى أن هناك شيء مع الله. ده في مقام آخر، في مقام الغير. فنحن الآن نتكلم في حال يعتري أهل الفرق لا أهل الجمع. ولذا تجد بعض الناس من الأولياء ينكرون مقام الغير لأنه في مقام الفناء، ومن لم ينكره يكون في مقام البقاء. والحقيقة يعني لا إنكار مطلقا، ولكن الإنكار حسب حالك الذي أقامك الله فيه. مقام الغيرة، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم يعني منع، والغيرة مقتضاها المنع، مش كده؟ مقتضى الغيرة المنع، أن تمنع غيرك من فعل شيء أنت لا تحبه.
فالمنع هو التحريم. فقال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من جانب الله سبحانه وتعالى، أنه منع وحرم وحد حدودا سبحانه وتعالى. والحديث ليس الذي رواه الشيخان، ليس أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يرى عبده أو أمته تزني. يعني هذا عند الله شديد. شوف أنت لا تتحمل أن حد من أقاربك يقع في جريمة الزنا، فضلا عن أن تقع أنت بنفسك فيها، لا تتحمل هذا ولا تتصوره. فإن حدث وتصورتها أو وقع تجد نفسك في أزمة شديدة. الله سبحانه وتعالى أشد غيرة منك، ولكن من حلمه سبحانه وتعالى أنه أجل عقوبة هذا. من جانب العبد، الغيرة من جانب العبد أن يغار على قلبه أن ينشغل بغير الله. هذه هي الغيرة المحمودة من جانب العبد. ومن جانب العبد قد تكون الغيرة غير محمودة، أن يكون حريصا على دنياه فلا يحب أن يشاركه فيها غيره، فيمتنع عن مقام الإيثار فلا يعطي الناس، ويكون طماع يريد أن يسيطر على الأشياء ويأخذها ويمنع غيره من أن يتناولها، فيحسد غيره إن تناول شيء لم يتناوله هو. فهذه غيرة مذمومة. أما الغيرة المحمودة من جانب العبد وهو أن يمتنع عن كل ما يشغله عما سوى الله، ونبه الله سبحانه وتعالى عنها في مقام سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما انشغل عن صلاة العصر برؤية أمواله حتى غربت الشمس، فقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق فذبحها جميعا وتصدق بلحمها، وكانت فرس من أغلى أنواع الفرسان. ولكن لما شغلته عن صلاة العصر خاف أن تكون سببا لمنعه عن ذكر الله، فتخلص منها بذبحها وتصدق بها لله عز وجل، وقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهذه الآية تبين الغيرة من قبل العبد، وهي الغيرة المحمودة. وآية إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن تبين الغيرة من قبل الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولكن هنا اكتفى بمقام الغيرة من جهة الله عز وجل تمييزا وتعريفا. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس البزاز ببغداد قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا محمد بن الفرات عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أغير من الله تعالى ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والغيرة هنا بمعنى المنع. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار. الصفار يعني بياع النحاس، يعني يا إما منسوب إليها لأنها مهنته أو مهنة أجداده، أو إنه مثلا عايش في حي النحاسين، فممكن الإنسان ينسب للحي اللي ساكن فيه أو ينسب لمهنته أو لمهنة أجداده، تحتمل هذا كله. قال: حدثنا علي بن الحسن بن بنان قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا حرب بن شداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. ودي من قبيل المشاكلة، لأن لا يعني يغار هنا يعني نوع من تغير يحدث في القلب يجعل الإنسان يغضب على مشاركة الغير فيما يملك. الله سبحانه وتعالى منزه عن التغير، لا يغيره شيء، يبقى هي من باب المشاكلة. بمعنى إن الله يغار أي يعاقب. إن الله يغار يعني إيه؟ يعاقب من يفعل ذلك، لكن بغير تغير يطرأ عليه سبحانه وتعالى، كما تقول الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مثلا، من باب المشاكلة.
إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله عليه. والغيرة كراهية مشاركة الغير، بيعرفها لكن الغيرة هي كراهية مشاركة الغير. الست مثلا ما تحبش ان زوجها يتزوج عليها عشان ما فيش واحدة تشاركها في زوجها، فعشان كده يقول لك الضرائر يغاروا. الضرائر يغاروا ليه؟ لأنها تكره المشاركة، هي عايزة يبقى زوجها لها خاصة. فهمت ازاي؟ كذلك أي إنسان ربنا يمكنه من شيء ما يحبش حد، ليك بيت، شقة أنت ساكن فيها مقيم فيها، ما تحبش إن تبقى مفتوحة وكل واحد يدخل إيه في الحجرة بتاعتك الخاصة بيها ويقلب في كتبك وينام على سريرك، ما تتضايق منها، حاجات خاصة بيك. حتى لو أبنائك عملوا كده تتضايق، ليه نمتوا على سريري؟ ليه لبستوا هدومي؟ ليه فتحتوا كتابي؟ ليه استعملتوا أدواتي؟ يعني الإنسان يغضب، ليه يغار؟ لا يحب مشاركة الغير في هذه الأشياء. والغير كراهية مشاركة الغير. وإذا وصف الله سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له. حكي عن السري السقطي أنه قرئ بين يديه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله تعالى. ومعنى قول هذا حجاب الغيرة يعني أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة صدق الدين. يعني وإذا قرأت القرآن أيها القارئ الصادق جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة بالكفار حجابا مستورا، غيرة من الله أن يدخل في مقام قربه من لا يستحق، فلا يدرك صدق هذا الدين لأنه مخزول. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا الحجاب عند الموفق. الموفق إذا سمع القرآن يقربه إلى الله، يزداد هدى، يزداد إيمان. والمخزول كأن هناك حجاب، كأن في أذنيه وقر، غيرة من الله أن ينال هذا المقام، مقام الإيمان والقرب من الله، من لا يستحق، فيمنعه، ويكون هذا هو معنى الحجاب على تأويل سيدنا السري السقطي. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول إن أصحاب الكسل عن عبادته تعالى هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخذلان، فاختار لهم البعد عنه وأخرهم عن محل القرب، ولذلك تأخروا. أصحاب الكسل، المتكاسل عن العبادة، ده في نوع من الخذلان، لأن الخذلان درجات. في خذلان يمنع الإنسان من الإيمان أصلا فيبقى من أهل الكفر، لأنه مكتوب عند الله أنه من أهل الكفر. وهناك خذلان يمنع الإنسان المؤمن من الترقي في مراقي الإيمان، يمنع المسلم نفسه الإنسان العادي أنه يترقى، فتلاقيه يكسل عن العبادات بالرغم أنه مؤمن، يفعل العبادات ولكن بكسل ولا يسارع فيها، فده برضو نوع خذلان. إن أصحاب الكسل عن عبادته تعالى هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخذلان، كأن ربنا كتفهم بثقل في أقدامهم وجوارحهم. هذا القيد هو قيد الخذلان، الخذلان عن الوصول إلى مقام الترقي والعرفان. فاختار لهم البعد عنه وأخرهم عن محل القرب، لأنه سبحانه وتعالى وجد أنهم لا يستحقون ذلك سبحانه وتعالى، فمنعهم أن يتقدموا إلى ما لا يستحقون. كما أنك مثلا تمنع من لا يستحق أن يأخذ ما لا يستحق، تمنعه، أما من يستحق فلا تمنعه، تعطيه ما شئت. لذلك تأخر وأنشدوا: أنا صب لمن هويت، ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي. أنا محب، أنا صب لمن هويت، أنا محب لمن أحببته،
ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي، يعني العوازل، الموالي هنا العوازل، يعني العوازل منعاني من اني اعبر عن حبي، وهذه العوازل هي عوازل الهوى والنفس والشيطان والشهوات، كل دي اشياء تمنع الانسان ان يعبر عن حبه لمحبوبه سبحانه وتعالى. فبيحكي هنا حاله شعرا، يعني انا صب لمن هويت، اي انا محب لله سبحانه وتعالى، ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي، اي لسوء نفسي وهواي وشهواتي وشيطاني الذين يمنعوني من الوصول الى محبوبي والتعبير عن حبي لمحبوب. دي حال المخزول بالكسل عن الطاعة. وعشان كده قال ايه في المناجاة سيدنا ابن عطاء الله: إلهي إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. فالإنسان يبقى ساعات عازم على الطاعة وعايز طول عمره يواظب على أعمال خير، ويجد نفسه مش قادر يواظب في الحقيقة، لكن هو نفسه كده، فبيعتذر إلى ربه فيقول: إلهي إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الموفق. وفي معنى أيضا قالوا: سقيم ليس يعاد ومريد لا يراد. سقيم ليس يعاد، سقيم أي مريض ببعده عن محبوبه، سقيم يعني مريض ببعده عن محبوبه، يعني عن مولاه هنا. فالبعيد عن مولاه اللي هو ربه مريض، ومرضه ده يعني يجعله لا يستحق انك انت تعوده لبعده عن ربه، لانه هو هزأ نفسه بعد عن ربه، فهو مرض مذموم. البعد عن الله ده مرض مذموم، وعشان كده ما يستحقش انك انت تعوده حتى. ادي معنى ايه سقيم لا يعاد، سقيم ليس يعاد، يعني لا ينبغي لك أن تعوده في هذا السقم، ولكن الأولى أن يخرج منه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومريد أي مريد للوصول ولكن لا يراد بخذلانه، لا يراد من قبل الله بخذلانه، فنسأل الله ألا نكون منهم. سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول: سمعت العباس الزوزني يقول: كان لي بداية حسنة، يعني كان في بداية حاله مع الله مجتهد كده، وكان عنده أمل كده أنه باجتهاده في الطاعة ومواظبته، وأن ربنا روق له أحواله وقواه على طاعته، فجاله أمل كده أنه هو حيوصل يبقى حاجة كبيرة من أهل العرفان وأهل الخصوص. كانت لي بداية حسنة، وكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأني أتدهده من حالق جبل، يعني بيتدحرج كده من فوق جبل، شاف الرؤية كده، فأردت الوصول إلى ذروته، وهو في المنام بيتدحرج كده وهو بيحاول يتشبث ويوصل ذروته أو ذروته بضم الذال أو كسرها. قال: فحزنت، فأخذني النوم مرة أخرى، يعني فرأيت قائلا يقول: يا عباس، الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت تطلب، الحق غار أن تطلب ما لم يطلبه منك، فمنعك من الوصول إلى مرادك، عليك أن تطلب مراد الله لا مرادك، كأن ربنا بينبهه، عليك أن تكون في مراد الله لا في مرادك، تكون في مراد محبوبك لا في مراد نفسك أنت لنفسك، فهمت؟ بيرد إلى مقام أعلى. يا عباس، الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت تطلب، ولكنه فتح على لسانك الحكمة، لكن وصلك لمقام آخر هو يريده لك، وأنت تريد لنفسك مقام آخر، هو يريد لك مقام آخر، البيان للناس وتوصيل الناس إليه لا الوصول إلى ما تريد، فأجرى الحكمة على لسانه عظة للناس فجعله مربيا ولم يجعله متمكنا. والأولى إن الإنسان يرضى بمراد الله له.
ولكنه فتح على لسانك الحكمة قال فأصبحت وقد ألهمت كلمات الحكمة، ليعظ الناس يعني. وسمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول كان شيخ من الشيوخ له حال ووقت مع الله، يعني كان في من المشايخ له أحوال مع الله وله وقت مع الله، يعني من أهل الأحوال ومن أهل الطاعات ومن أهل القرب. وقت هنا ما يقولك له وقت مع الله يعني وقت قرب من الله. فخفي مدة، يعني اختفى، بيبحثوا عنه مدة طويلة عدة أيام، كنا مش لاقيينه في المكان اللي كان بيعتاد يقعد مع الفقراء فيه اللي هم إيه الذاكرين. فخفي مدة لم يرى بين الفقراء، ثم إنه ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت. وبعدين لما ظهر بعد مدة ما لقوش على نفس حاله الأولاني اللي كان عليه، فسئل عنه فقال آه وقع حجاب، أي وقع حجاب بيني وبين كنت ما كنت فيه، لأن ربما تعلقت نفسه بمقامه لا بمن أقامه، لأنه ممكن تتعلق نفس الولي بمقامه ولا تتعلق نفسه بمن أقامه وهو الله، فيغار الله على قلب وليه فيمنعه المقام حتى يتوجه إلى المقيم. وهناك فرق بين المقام والمقيم، فهناك من ينشغل بالمقام عن المقيم، فيغار الله سبحانه وتعالى على قلب وليه أن ينشغل بسواه حتى ولو بما أقامه فيه، غيرة من الله على قلب وليه. وكان الأستاذ أبو علي رحمه الله تعالى إذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين، يعني في خلال مجلس الذكر يحصل لهم شيء كده ما يحصل لهمش الإحساس بالوجد والقرب من الله المعتاد الذي يجدونه في الذكر، يوم يحصل نوع من التشويش على القلوب، فلما يجد هذا التشويش يحدث يقول هذا من غيرة الحق سبحانه، يريد ألا يجري عليهم ما يجري من صفاء هذا الوقت، غيرة منه سبحانه وتعالى أن ينال أحد منه مقام فوق مقامه، أو أن ينشغل منهم أحد بلذة الذكر عن المذكور. فهمت بقى المعنى؟ وأنشد في معناه همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرآة نهاها وجهها الحسن، يعني همت المحبوبة بإتياننا، وإن المحبوبة هنا بمعنى يعني المحبوب، همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرآة نهاها وجهها الحسن، فلما نظرت إلى مرآة التجلي خافت من وجهها الحسن أن يفتتن المحبون بجمالها عنها، بجمالها عنها. شوف قد إيه، حتى إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يحمي قلب وليه بالجلال عن الجمال وبالجمال عن الجلال، فلا ينشغل بجمال ولا جلال بل ينشغل بصاحب الجمال وصاحب الجلال. هذا كله معاني دقيقة نرجو أن الله سبحانه وتعالى يفهمنا إياه. وقيل لبعضهم تريد أن تراه، فقال لا، فقيل لما، فقال أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي، فأنا لا أستحق أن أنظر لمثل هذا الجمال. وفي معناه أنشد إني لأحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليك. كلام جميل واضح حلو، مش كده برضو نقوله تاني؟ إني لأحسد ناظري عليك، يعني بقى يغير عليه من عينه لدرجة انه مش عايز عينه تشوفه لحسن، بقى بيغير من نفسه على محبوبه. شفت قد ايه فناء في حب محبوبه. اني لأحسد ناظري عليك حتى اغض اذا نظرت اليك واراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فاغار منك عليك. وسئل الشبلي متى تستريح، يعني هتستريح امتى من الغيرة اللي عندك دي، الغيرة على الله، يعني اللي هي الغيرة المحبوبة، الغيرة لله، لان في الغيرة على الله وفي الغيرة لله. الغيرة لله محمودة والغيرة على الله مذمومة. الغيرة لله
الغير على الله يعني أن ترى هناك عابدا سواك لله، فده عيب. ما هو كل عبيد لله، ولا أنت عايز تبقى أنت بس اللي على الحجر؟ فدي اسمها الغيرة على الله، يعتبروها بهذا المعنى مذمومة. ولكن في الغيرة لله، أي الغيرة لأجل الله، أي الغيرة لأجل الله، أي تغار أن ترى هناك عبد لا يرى مولاه، منشغلا عن الله سبحانه وتعالى، فتغار لله أي لأجل الله، ودي محمودة. فبيسأله الإمام الشبلي متى تستريح من الغيرة لله، يعني اللي هي بتجعل الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح المسلمين، هي دي الغيرة لله. فقال إذا لم أرى له ذاكرا، إذا لم أرى له ذاكرا، الناس بقى هو بيغار لله حتى لا يرى له ذاكرا، يعني كأنه مش عايز يشوف ذاكر لله. كلام غريب شوية مش كده؟ يعني يريد ألا أرى له ذاكرا وهو عنه غافل، عن جلاله وجماله، لأنه هو بيغار إن الله يذكر على لسان الغافل، فهمت إزاي؟ أو على لسان العاصي، هو عارف جلال الله عز وجل ويجد مذكور على لسان العاصي من لا يستحق، فده بيؤثر في قلبه، يوم يغار لله يحزن. إزاي؟ إزاي يحزن؟ يحصل كده؟ أو إنه هو يغار لا يرى ألا يرى لله ذاكرا صادقا فيتواجد معه تأثرا به فيظهر حاله الذي أخفاه عن الخلق قبل الله. لأن تملي الإنسان لما يجد واحد ذاكر صادق فيتواجد وهو كمان صادق، يوم يتواجد يوم يحصل منه إيه أثر ظاهري خارجي، يظهر منه أثر صدقه مع الله، يوم في الحالة دي يوم ايه يشتهر، وهو مش عايز يشتهر، هو عايز يفضل محبته لربه سر بينه وبين ربه. فهو اما يغار ان يرى لله ذاكرا غافلا لانه لا يليق، او ان يرى لله ذاكرا صادقا حتى لا يفضح ما بينه وبين الله متأثرا بصدقه لظهور صدقه مع صدق الاخر. تحتمل المعاني دي كلها، لان لازم اما تسمع كلام الاولياء محتمل معاني كتيرة تحمله على احسن الوجوه، مش زي الجماعة الوهابية يقروا كلام الأولياء يحملوه على أسوأ الوجوه. دي مشكلة الوهابية، ليه؟ لأنهم للأسف تربوا على سوء الظن، ولكن المفروض المسلم أنه يتربى على حسن الظن بالناس وعلى التماس العذر لهم. فلما تلتمس لهم المعاذير تجد أن ألفاظهم كلها تحتمل معاني قبيحة ومعاني مليحة، فعليك بحسن الظن تحمل على المعنى المليح، خصوصا أنها خرجت من أفواه أولياء مشهود لهم بالولاية. وإلا لما تقرأ كده يقولوا متى تستريح، فقال إذا لم أرى له ذاكرا، لما لا أجد ذاكرين لله أستريح، كلام شكله كده يوحي بالقبح مش كده برضه؟ لكن لا، هو ما يقصدش كده، أي أن لم أرى له ذاكرا وهو عنه غافلا، لأن هذا لا يليق، أو ذاكرا صادقا فيفضح صدقي لتأثري به، للاثنين دول معنى يليق به. سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبايعته فرسا من أعرابي وأنه استقاله فأقاله، فقال الأعرابي عمرك الله تعالى من أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان اشترى فرس من أعرابي، ويبدو أنه ساومه على الثمن واتفق، فجاء الأعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم هيديله ثمنه، عرض عليه ثمن تاني أعلى، فطلب من النبي أن يقيله من بيعته، يعني يحرره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقاله، قال له خلاص انت حر براحتك. فلما لقى أخلاقه حسنة مش متمسك بالسعر المتفق عليه، لأن انعقد العقد خلاص، والإقالة تكون بعد إيه؟ بعد انعقاد العقد. فأقاله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد حسن خلقه قال إيه عمرك الله تعالى ممن أنت، يعني انت منين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش، امرؤ من قريش، كأن النبي منع عنه مقام نبوته، فهمت ازاي؟ فأجابه على قدر سؤاله، لو قال له من انت قال نبي الله، لكن هو بيقول له ممن انت، فأجابه على قدر ايه سؤاله،
لان ممنوع ان هو يمنع عنه اظهار نبوته، لانه مامور ان يظهر نبوته للناس، مش كده برضه؟ لكن هو ساله ممن انت، فاجابه على قدر سؤاله، فقال امرؤ من قريش. لو قال من انت لقال نبي الله، فهو لم يمنع تعريف نفسه صلى الله عليه وسلم المامور بتعريف نفسه للناس، مش كده برضه؟ لحسن تظن ان النبي اخر تعريف نفسه للناس. قال له ممن انت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش. فقال بعض اصحابه من الحاضرين للاعرابي كفاك جفاء الا تعرف نبيك. ام الصحابه بقى شايفين الحوار ده، قالوا انت مش عارف نبيك يا اخي، كفايه جفوه بقى انك مش عارف نبيك. وكان رحمه الله تعالى يقول انما قال امرؤ من قريش، اللي هو الاستاذ ابا علي الدقاق يعني بيعلق على كلام النبي، انما قال امرؤ من قريش غيره، يعني غيره على مقام النبوه، يعني ده في راي سيدنا ابي علي الدقاق، غيره على مقام النبوه، لانه بيتكلم الوقت في موضوع بيع وشراء. مقام النبوه اسمى من ان احنا نتكلم في بيع وشراء، مقام النبوه ده عالي، فطالما احنا بنتكلم بقى في كلام بيع وشراء يبقى انا امرؤ من قريش. ده كلام ايه؟ تاويل سيدنا ابي علي الدقاق، غيره على علو مقام النبوه، ان يكون ايه سبب تعريفه مثل هذا المقام اللي هو يستوي فيه كل الناس، اللي هو البيع والشراء والإقالة والحاجات دي كلها. وإلا كان واجبا عليه التعرف إلى كل أحد أنه من هو، وإن كان التعليق ده طبعا يعني قابل للمناقشة، لأن هو النبي أجاب بقدر سؤاله، قال ممن أنت، لم يقل من أنت. فهمت إزاي؟ لو قال من أنت لقال له نبي الله في أي مقام، النبي صلى الله عليه وسلم كل مقاماته شريفة، خد بالك ان النبي في كل مقاماته شريف، في حال بيعه وشرائه واكله وشربه ونومه، كل مقاماته شريف. فهمت المساله؟ فتعليق سيدنا ابي علي الدقاق برضه قابل للمناقشه، يعني ناخد منه ونرد ما يجراش حاجه. ثم ان الله سبحانه اجرى على لسان ذلك الصحابي التعريف للاعراب، فبيقول ان برضه ربنا اجرى على لسان الصحابي التعريف للصحابي، فتم المراد بقوله كفاك جفاء ألا تعرف نبيك. ومن الناس من قال إن الغيرة من صفات أهل البداية، أهل البداية اللي هم أهل الفرق، زي ما قلت لك إن هي حال أهل الفرق، فأهل البدايات بينظر إلى اجتهاده وينظر إلى سلوكه وينظر إلى عبادته، أما أهل النهايات فهو في مقام لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يرى إلا الله فاعلا ولا إلا الله موفقا. إنما الإنسان في بدايته في مقام إياك أعبد، إنما أهل النهايات في مقام إياك نستعين، فده مقام وده مقام. ومن الناس من قال إن الغيرة من صفات أهل البداية، لأن الغيرة تقتضي المغايرة، إن هناك مغار ومغار عليه، يعني في نوع فرق، فهي من مقام الفرق. وأن الموحد بمعنى الإيه اللي في مقام الجمع، اللي في مقام الفناء، اللي في مقام وحدة الشهود، كل دي معنى واحد عند الصوفية. وإن الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار، وليس له فيما يجري في المملكة تحكم، يعني اختيار، بل الحق سبحانه أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي. إنما الفاني ده لا يرى فاعلا إلا الله، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، فما كان لهم الخيرة، فلا يستشعر هذا المقام، لأنه هو أصلا لا يستشعر حال نفسه ولا حال الفرق أصلا، فده مقام وده محال. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أبا عثمان المغربي يقول الغيرة عمل المريدين، لأن الإنسان في بدايته يبقى مريد سالك، وفي بعد كده مراد واصل، يبقى في مريد وفي مراد وفي سالك وفي واصل. الغيرة عمل المريدين، فأما أهل الحقائق فلا. وسمعته يقول، سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول، سمعت الشبلي يقول الغيرة غيرتان، غيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب. غيرة البشرية على النفوس يعني تكون الغيرة غيرة بشرية على نفسك، تغار على نفسك، أن يعني تمتهن، أن ترى في غير مقامك، دي غيرة بشرية. وفي غيرة إلهية على القلوب، ألا ترى في قلبك سوى الله.
وقال الشبلية أيضا غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله تعالى، يعني حتى يعدوا أنفسهم هل كانت في الله أو في غير الله، فيغار أن تكون في غير الله. والواجب أن يقال الغير غيرتان، غيرة الحق سبحانه على العبد وهو ألا يجعله للخلق، دي من قبل الله فيضن به عليهم، يعني هناك أولياء لله سبحانه وتعالى ربنا يجعلهم مخفيين، غيرة عليهم أن يشهرهم فينشغلوا بالخلق عن الخالق فيقوم يخليهم مغمورين كده، لأنه غيرة عليه منهم. وأحيانا يمنعهم حتى الدنيا، يمنعهم حتى الدنيا حتى لا ينشغلوا بالدنيا عنه سبحانه وتعالى، غيرة عليهم، غيرة الحق سبحانه على العبد وهو ألا يجعله للخلق فيضن به عليهم، وغيرة العبد للحق وهو ألا يجعل شيئا من أحواله، غيرة العبد للحق بقى اللي هي ايه من قبل العبد، وهو ألا يجعل شيئا من أحوالي وأنفاسي لغير الحق تعالى، فلا يقال أنا أغار على الله تعالى، ولكن يقال يعني أصل أغار على الله يعني لا أريد أن يعبده سواي، وده يؤدي إلى ترك الديانة وإلى حب شيوع الزندقة، وده مذموم. ولكن أغار لله أن أراه معبودا، أن العباد يعبدون غيره أو يلجؤون لغيره، فأغار له سبحانه وتعالى أي لأجله. فلا يقال أنا أغار على الله تعالى، ولكن يقال أنا أغار لله. فإذا الغيرة على الله تعالى جهل، وربما تؤدي إلى ترك الدين، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له. واعلموا أن من سنة الحق تعالى مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوش عليهم ذلك. تملي من غيرة الله على عباده المصطفين إنه أي حاجة تدخل في قلوبهم أو يعني تؤثر في ألحاظهم، يعني تشغلهم وتلفتهم عنه سبحانه وتعالى، يخرجهم منها، يخرجهم منها في الحال. غيرة سبحانه وتعالى عليهم أن يلجأوا لسواه أو يلتفتوا لسواه، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة عما ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه، كآدم عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجه منها، وإبراهيم عليه السلام لما أعجبه إسماعيل عليه السلام أمره بذبحه حتى أخرجه من قلبه، فلما أسلم وتله للجبين وصفى سره منه أمره بالفداء عنه. هكذا الحال. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قايل في المناجاة سيدي ابن عطاء الذي بيّن هذا المعنى، إلهي دفعتني العوالم إليك، دفعتني العوالم إليك، يعني التغيرات التي تحدث في العالم جعل الولي لا يركن لشيء سوى الله لسرعة تغير الأحوال، فكأن العوالم كلها لسرعة تغيرها جعلته لا يركن إليها لسرعة التغير فركن إلى الله. دفعتني العوالم إليك حتى أعرفك في كل شيء وألجأ إليك في كل شيء ولا أعتمد على شيء لسرعة تغيره. هذا نفس المعنى برضو اللي بيحدث في قلب الولي، تجد ربك سبحانه وتعالى يجعلك منغص في كل لذة عشان ما تقعدش في اللذة دي على طول. انت بتحب الأكل تقعد تاكل، لما يجيلك مغص تقول لا حرمت مش هاكل تاني، عشان ايه؟ اي لذة في الدنيا. تحب لذة المال تقوم تلاقي المال بعد كده يجيب الهموم، مالك كتر عايز تشغله وعايز وعايز تراقب أسعار العمولات وأسعار البورصة وسوق العمل ودراسات الجدوى، لقيت نفسك بقى خلاص انت اتسحبت خالص من عباداتك، طول النهار قاعد بقيت راجل من الاقتصاديين الكبار، تقوم تكره المال، تقوم متصدق بيه وتخلص منه من كثرة همومه، فهمت؟ أو مثلا تتجوز واحدة حلوة جميلة تطلع لسانها صليط، تقوم كل ما تيجي تبص ليها تلاقيها جميله كده
تسمع لسانها يا ساتر تروح خارج قاعد في حته بعيد، عشان كمان ما تركنش ليه، تركن لربك على طول. يرزقك اولاد تحب اولادك، يقوم يجعل لك فيهم وادعاك كده مقرف. فهمت ازاي؟ دفعتني العوالم اليك علشان حتى لا تركن الى من تحب بما رزقك الله. فهمت ازاي؟ لا تمدن عينيك لاي حاجه سوى الله، عيني قلبك، عين بصيرتك، عين قالبك، مش كده برضو؟ ليه؟ ادي معنى دفعتني العوالم اليك. تجد مرغص في اي حاجه، تيجي تروح جنينه جميله كده وخضره والوان وحاجه جميله، تيجي تقعد تلاقي نمله قرصتك، تلاقي الدبان بيعف عليك، تروح اي مروح لازم كده تلاقي حاجه منغصه. اي حاجه جعل الله فيها منغصات ليه؟ لانه بيغار عليك، مش عايزك تبقى عبد للجمال، عايزك تبقى عبد للجميل. فهمت؟ وبعدين يجي لك حاجه تخوفك، وبعدين يطمنك، عشان مش عايزك تبقى عبد للجلال يبقى عبد للجليل. فيخوفك احيانا، يفرحك احيانا، يجملك احيانا، يقبحك احيانا، حتى لا تركن لشيء. ادي معنى دفعتني العوالم اليه. فهمت بقى؟ حتى لا تجهله في شيء، والا لو خللك كل حاجه حرير في حرير، هتبص تلاقي تركن للحرير في الحرير، يوم يغار على قلبك، هو مش عايز قلبك يميل لغيره. فهمت بقى المعنى؟ سبحانه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أبا زيد المروزي رحمه الله يقول، سمعت إبراهيم بن شيبان يقول، سمعت محمد بن حسان يقول، بين أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح. السموم اللي هي يعني الريح الحارة يعني، والرياح عطف تفسير برضو يمشي. فلما نظر إلي ولى هاربا، فتبعته وقلت له، لما تبعه ومشي وراه الثاني التفت إليه لقام يجري وراه، قلت له تعظني بكلمة؟ فقال لي احذر، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبد سواه. احذر أن تتعلق به، يعني هو ظن فيه الولاية فتعلق به، فصار جرى خلفه حتى يأخذ منه عظة. فبيقول له عظني، قال له احذر أن تتعلق بغيره سبحانه، فلا تتعلق به لأنه غيور على قلب أوليائي، فإن تعلقت به سلبك ما أنت فيه. يبقى بيحذره من التعلق حتى به، حتى بعظة فيه منه. فهمت؟ يعني كن مع الله في كل أحوالك متعلقا متخلقا، لا مع الخلق. وأنا من الخلق فبتجري ورايا تعمل إيه؟ عايز مني إيه؟ آدي معنى الكلام. كن مع الله في كل أحوالك متخلقا ومتعلقا، آدي المعنى. فاحذر أن تتعلق بسوى الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن رحمه الله يقول، قال النصربذي، الحق تعالى غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إلي طريقا سواه. من غيرة الله سبحانه وتعالى أنه هو الموفق، وهو المقوي لطاعته، وهو الذاكر من قبل ذكر الذاكرين، وهو الذي يمد الطائعين بطاعته، فهو منه وإليه سبحانه وتعالى من غيرته. فلم يجعل الأمر لغيره، بل كل الأمر بيديه. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقيل أوحى الله سبحانه إلى بعض أنبيائه أن لفلان إلي حاجة، ولي أيضا إلي حاجة. هو ربنا هيحتاج حاجة من حد؟ من باب المشاكلة يعني، أنا أطلب منه طلب، فإن أداه لي أعطيته حاجته، فجعل يعني مراد الله من عبده إيه؟ سمها حاجة، وإن كان الله لا يحتاج لشيء، من باب المشاكلة بس. إن لفلان إلي حاجة، ولي أيضا إليه حاجة، فإن قضى حاجتي قضيت حاجته. فقال ذلك النبي عليه السلام في مناجاته، إلهي كيف يكون لك حاجة؟ فقال إنه ساكن بقلبه غيري، فليفرغ قلبه عنه أقضي حاجته. فهمت إزاي؟ يبقى حاجة الله منك، أي طلب الله منك، أي مراد الله منك، ألا تجعل في قلبك سواه، وألا تتعلق بغيره، وألا تتوكل إلا عليه، وألا تعتمد إلا عليه. فإن أعطيت الله مراده منك أعطاك مرادك منه. فهمت بقى المعنى؟ وقيل إن أبا يزيد البسطامي رأى جماعة من الحور العين في منامه،
فنظر إليهن فسلب وقته أياما. يعني رأى في المنام سيدنا أبي يزيد البسطامي حور العين في المنام، فلما رأى جمالهم انشغل بجمالهم عن خالقهم، فهمت؟ فسلب إيه؟ فغار الله على قلب وليه أن يلتفت لغيره، فهمت؟ فسلبه وقته، يعني سلبه حاله مع الله، فلم يجد نفسه في الذكر كحاله المعتاد، لم يجد نفسه في الطاعة كحاله المعتاد، كأنه يعني إيه؟ انخفض منزلة. ثم إنه رأى في منام جماعة منهن، فلما رأى في منامه تاني جماعة منهن لم يلتفت إليهن، وقال إن كنا شواغل. ده أنتوا شؤم من يوم ما شفتكم وقلتوا لي بالشؤم، فما رضاش يلتفت ليهم. يبقى ربنا يوري له جمالهم علشان يعرفه أن التعلق بالجمال يسلبه عن الجميل. فلما فهم المسألة قولوا تاني، ليختبروا اختبار تاني، فهم الرسالة ولا ما فهمهاش؟ فراح بص لهم كده وقال لهم إن كنا شواغل، ده أنتوا شؤم عليا. فهمت ازاي؟ فلم يلتفت اليهن وقال ان كنا شواغل. وعشان كده ربك غيرة على العبد، ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا فتنة، وجعل الدنيا فيها يعني اشياء كثيرة تضر الانسان ويتألم فيها كثيرا حتى لا يركن اليه، حتى لا يركن اليه. لكن لو جعل الدنيا كده كلها راحة ابدية على طول كده، كل حاجة تريدها عايزها، كل حاجة تريدها تجدها أمامك، كنت تركن للدنيا. لكن ربك سبحانه وتعالى خلى الدنيا فيها يعني عذبة، فيها عذاب وعذوبة، خلطهم مع بعض حتى لا تركن لعذابها، لا تيأس من عذابها ولا تركن لعذوبتها. فهمت بقى؟ فتركن لخالقها بقى، طالما تجدها متغيرة كده. حد هيسند على حاجه متغيره؟ طب ما هو حاجه متغيره ساند عليها الوقت، طب بعد شويه هتمشي، هقع. يبقى ما سندش الا على حاجه ثابته، والدنيا كل ما فيها متغير. يبقى الثابت هو الله، تعتمد على الله بقى بدل ما تعتمد على شيء متغير. وقيل مرضت رابعه العدويه فقيل لها ما سبب علتك؟ فقالت نظرت بقلبي الى الجنه فادبني. ستنا رابعة برضو كان مقامها عالي، كانت بتعبد الله لله، فلما راودها يعني نعيم الجنة وتطلعت إليه في عبادتها مشتاقة إليه، ربنا سبحانه وتعالى أمرضها، جات لها علة كده، فعرفت على طول إن ربنا غار على قلبها أن تنشغل بسواه. عرفت الرسالة على طول، ما هو دول الأولية كده يعرف الرسالة جاية منين. مش كل ما يحصل له حاجه اقول له يا رب انا عملت ايه بس تعمل لي كده، ده انا مصلي الفجر الصبح. الله، انت ليه كده؟ ده كلام العوام بقى اللي مش فاهم حاجه خالص، مش فاهم ازاي يفهم من ربه كيف يتعامل مع الله، لان ربنا بيتعامل معاك بالمواقف وبالخلق والامر، له الخلق والامر. هو هيتعامل معاك هيكلمك يعني وانت سيدنا موسى؟ لا، يتعامل معاك بالمواقف، واخد بالك؟ والسنه الخلق اقلام الحق. ربنا عايز يضربك يقوم يجيب لك واحد مهفوف يدي لك ألم على وشك، علشان انت شايف في نفسك واخد في نفسك ألم، يقوم يدوقك الألم. مش انت واخد في نفسك ألم؟ يدوقك الألم. سيدنا إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، شيخنا رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وجزاه الله عنا خير، مرة بيقول كان لسه في شبابه كده، خطب خطبة حلوة قوي، وهو كان مفوه كده جميل، فوقف خطب خطبة جمعة، الناس كلها بعد الخطبة انكبوا عليه، اللي يقبل ايده واللي ياخده بالحضن، وشوية عايزين يشيلوه. فبيقول بقى يوميها بقى كده ماشي كده منفوخ كده، هو يحكي لنا كده يعني رضي الله عنه، وماشي بقى في صلاة الفجر، طالع من مسجد سيد احمد دردير بعد صلاة الفجر وقالوا اذكار الصباح وماشي، الناس كلها نايمة في بيوتها، وجايب هو بقى ايه العيش والطعميه والفول وشايلهم في ايديه الاثنين ماشي بالكتف. فطلع له واد مكذوب، راح رزعه قلمين. ما هو ايديه الاثنين كده. وراح ماشي، قال له عامل لي فيها شيخ؟
وراح مديله قلمين. هو فهمها على طول، سيدنا اسماعيل ده راجل من الأولية فاهم، ففهم ان ده ألم من الله عشان لم يرى توفيق الله، نسب الأمر لنفسه، مش قال ربنا وفقني، لا ده قال أنا أنا. فلما بس شاور في قلبه كده أنا أنا، بعت له واحد اداله ألمين. لما خد في نفسه ألم، ربنا اداله ألم. الأولية تفهم على طول الحاجات دي. وبعدين ربنا رحمته واسعة، خلى يترزع الألمين ومحدش شايف، كل الناس نايمة. فبيقول أنا خدتهم وروحت، فلما كلمتوش بقى هكلمه إيه؟ أنا هوقع الفول، هرمي الطعمية، هو الاثنين ماسكهم كده، فربنا كتفه بالفول والطعمية. سبحانه وتعالى. زي كده ستنا رابعة بتقول لك ايه، مرضت رابعة العدوية فقيل لا ما سبب علتك، فقالت نظرت بقلبي الى الجنة فأدبني فله العتبة لا اعود، حرمت ان انظر لغيره. ويحكى عن السري انه قال كنت اطلب رجلا صديقا لي مدة من الاوقات، فمررت في بعض الجبال فاذا انا بجماعة زمنة وعميان ومرضى، لا طابور طويل من المرضى واقفين، فسألت عن حالهم فقالوا ها هنا رجل يخرج في السنة مرة. قالوا ده في رجل هنا بيجي في الحتة دي مرة بيدعي للمرضى دول يخفوا، وده معاد خروجه، فدول الناس جايين واقفين طوابير مستنيين، مرضى بقى جايين فيجدون الشفاء. فصبرت حتى خرج، ففضل قاعد مستني معهم لحد ما خرج الوالي ده اللي هو بيدعي لهم ربنا بيشفيهم، ودعا لهم فوجدوا الشفاء، فقفوت أثره، ففضل ماشي وراه وتعلقت به وقلت له بيع إلا باطنة فما داؤها؟ فقال يا سري خلي عني، فإنه تعالى غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه. يعني لا تتعلق بسواي، بسوى الله اوعى تتعلق بي، أنا تعلق بالله الذي يعطيني ويفعل بدعائي ما شاء هو سبحانه، وأنا لا أفعل شيء، ما تتعلقش بي أنا، تعلق بالله فإنه غيور، لو وجد قلبك تعلق بي وتركه يسلبك ما أنت فيه. فهمت؟ فردوا بقى إيه لحالي الأول. قال الأستاذ ومنهم من غيرته حين يرى الناس يذكرونه تعالى بالغفلة فلا يمكنه رؤية ذلك وتشق عليه، غيرة على جلال الله. يعني في ناس من غيرتي إنه ما يحبش الناس تذكر الله في غفلة، زي مثلا أنت مستعد تحضر فرح وتلاقي جايبين رقاصة وبيقولوا أسماء الله الحسنى، مش بيحصل؟ تقوم انت تغير تتضايق، تقول هو ده مقام يقولوا اسماء الله الحسنى وجايبين رقصه؟ دي قله ادب. طب وايه قله ادب اسماء الله الحسنى؟ لا قله ادب ان ده ما يقالش في الموقف ده، ادي غيره على الله. فهمت ازاي؟ يعني يا غار ان الله يقال في مكان فيه لهو وكان ما يلقش. فهمت ازاي؟ يعني لقوا ثلاثة أربعة حراميه قاعدين بيسرقوا بيقسموا السرقه، يقوم يقول يلا نقرا الفتح على الظالم. الله، طب ما انتوا ظلمة يا مجرمين، ده انتوا بتقسموا مال حرام سارقينه، يقوم يقرا ايه الفتحة على الظالم وابن الحرام، وهم ظلمة اولاد حرام. فالانسان لما يجي يخش عليهم كده وهم قاعدين يقروا الفتحة على الظالم، يغار على الفاتحة انها تقرا على مثل هذا الايه. ادي معنى ان في من الاولياء يغار ان يرى الله مذكورا في حال الغفلة. فهمت؟ ده ما يلقش، لان الله له جلال وعظمة، ما يلقش، لازم يذكر في مقام فيه نوع تقديس واحترام وإجلال يليق بمقامه سبحانه وتعالى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول لما دخل الأعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبال فيه وتبادر إليه الصحابة لإخراجه، قال رحمه الله إنما أساء الأعرابي الأدب، ولكن الخجل وقع على أصحابه، والمشقة حصلت لهم حين رأوا من وضع حشمته. كذلك العبد إذا عرف جلال قدره سبحانه يشق عليه سماع ذكر من يذكره بالغفلة وطاعة من لا يعبده بالحرمة. بيدي لك المثال هنا من فعل الصحابة، مثال محسوس، إزاي يشق على الولي أن يسمع ذكر الله في حال غفلة الذاكر؟ قال لك زي الصحابة، الصحابة لما كانوا جالسين مع النبي في مسجده وجاء الأعرابي بال في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعرابي لأنه ما يعرفش جلال المكان ولا جلال النبي صلى الله عليه وسلم لسه، فما شقش عليه هذا الأمر لجهله،
بمقام النبوة وبجلال المكان. لكن مين اللي شق عليهم هذا الأمر؟ اللي عارفين الحكاية دي الصحابة، درجة بعضهم عايز يقوم يذبح. ليه؟ لأن ده عارف. كذلك يشق على الولي لمعرفته جلال الله وعظمته أن يرى الله مذكور على لسان غافل. فهمت ده؟ أدي المعنى، يعني بيحاول يبين لك المعنى ده من اللقطة دي. وحكي أن أبا بكر الشبلي مات له ابن كان اسمه أبا الحسن، فجزعت أمه عليه وقطعت شعر رأسها، فدخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته، يعني راح حالق لحيته، دخل الحمام وراح حالق لحيته. ابنه مات وأم ابنه اللي هي زوجته راحت ايه قطعت شعر رأسه حزنا على الولد. فدخل الشبل الحمام وراح حالق لحيته، فكل من اتاه معزيا قال، بدل ما يقولوا له البقاء لله قالوا له ايه اللي عملته في نفسك؟ ما لما شافوه بقى حالق لحيته بقى جايين المفروض يعزوه، فوجئوا بيه حالق لحيته فما بقوش يعزوه، قالوا له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ فما ذكروش الله بقى. فهمت ازاي؟ قال، ما هذا يا ابا بكر؟ فكان يقول موافقة لأهلي، مراتي حلقت شعرها رحت حلق لحيتي. ها؟ الشبلي كان والي بس صاحب أحوال، يعني كان عنده جذب كده، إن يغلب عليه الجذب. فقال له بعضهم، أخبرني يا أبا بكر لما فعلت هذا؟ واحد بقى تاني عرفه قال له، قولي بصراحة بقى، أنا عارف إنك مش عملت كده موافقة لأهلي، لا أنت بتقول كده بس للناس، لا قولي الحقيقة بقى. فقال، علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون أجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى بالغفلة بلحياتي. فبدل ما يقولوا أجرك الله يقولوا لي مال دقنك، بدل ما يجيبوا ذكر الله مع الغفلة يقوموا يسألوا على دقنك، فأنا خليت دقني مكان ذكر الله مع الغفلة غيرة على الله. فهمت؟ أو حال من أحوالي، يعني دي حال من أحوال أهل الجذب يعني، لكن إيه لا يقاس عليه، لأن إحنا عندنا أهل الجذب لا يقتدى بهم، خد بالك. لكن هو كان بيعالج قلبه بطريقة معينة، قد لا تروق عند علماء الشريعة ولكن تروق عند بعضهم إذا كان يغلب عليه الجذب. فهمت بقى المسألة؟ وسمع النوري رجلا يؤذن فقال، طعنة وسم الموت. وسمع كلبا ينبح فقال، لبيك وسعديك. حاجة غريبة أوي، يسمع الأذان يدعي عليه ويسمع الكلب يقول له لبيك وسعديك. فقيل له، إن هذا ترك للدين، ده كده قل الديانة، فإنه يقول للمؤمن في تشاهده طعنة وسم الموت ويلبي عند نباح الكلاب. فسئل عن ذلك فقال، أما ذلك المؤذن يعني فكان ذكره لله على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال تعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكلب لا يعرف الغفلة لأنه مفطور على معرفة ربه غير مكلف، لكن التاني مكلف وعنده عقل وغافل عن ربه، فيستحق بقى مع عقله ووجود غفلته وتقصيره في تكليفه يستحق الدعاء، إنما الكلب ولا حاجة. هذا معنى الفهم يعني. وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال، لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك، يعني ما يكونش يقول أشهد أن محمد رسول الله، لأنه برضو من أهل الجذب. أهل الجذب وأهل الفناء دول بيبقى لهم كلام، لأنما أهل الكمال يراعي الشريعة والحقيقة في آن واحد، خد بالك، لأن مراعاة الشريعة مطلوبة لأن هي أيضا من الحقيقة. لكن أحيانا أهل الجذب يغلب عليهم الحقيقة فلا يرى الشريعة، وعشان كده اللي ما بيفهمش الاحوال دي بيعترض على الصوفيه لانه ما عاش الاحوال دي فيعترض عليه. فهمت ازاي؟ وماله غير مقبول عند ايه؟ غير مقبول عند مين؟ عند الانسان اللي هو في حال البقاء، اللي هو بيدرك الشريعه وحق الربوبيه وحق العبوديه. فهمت ازاي؟ اللي يرى حق العبوديه، انما واحد غاب عن العبوديه اصلا، غاب تماما فنى، يعني في غيبوبه، عارف المجذوب يعني في غيبوبة، واحد في الغيبوبة بيقول أي حاجة، بيقول لمراته حتى أنت طالق، يبقى طلقت خلاص، ما هو غير مكلف. أدي المعنى.
يبقى هذا مقام الفناء عما سوى المذكور، في مقام الفناء عما سوى المذكور. ولكن الحقيقة لا فرق، لأن مقام النبوة مؤدي إلى مقام الربوبية على طول، مقام النبوة يؤدي إلى مقام الإيه؟ الربوبية مباشرة. حتى إن في صلاة القاسم، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها سيدي محمد بن الكبير الكتاني، بيقول حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، يعني حتى إذا جاء إلى مقام النبوة والرسالة منصاعا في كمال الحب والمحبة والانصياع لا يجد شيء إلا الله، لأن من ذهب إلى النبي وجد الله، وجد الله عنده فأوفاه حسابه، لأن نبي في المقام الأسمى والأكمل. أدي معنى الكلام. لكن أحيانا في لمحة من اللمحات تحصل في عقل أو في قلب الولي عند حال من أحوال الفناء، يقوم يعبر كلام لا يقبله أهل إيه؟ أهل المقام الآخر، يعني واحد في مقام تاني غير المقام ده. زي أنت ما تبقى في حال ساعات تيجي تدوق الحاجة المسكرة تجدها مش مسكرة أو تجدها مرة، وإيه مسكرة؟ أول ما تنتهي وتفوق من حالك ده تجد الحاجة اللي كنت بتقول عليها مرة تلاقيها مسكرة. فهمت المسألة؟ يبقى اللي تغير الحاجة نفسها ما تغيرتش، اللي تغير أنت، وأنت مبناك التغير في كل لحظة بتتغير. والأولياء كانوا بيعبروا عن كل ما يرونه في كل لحظة بصدق، ما يعرفش يخبي. فاللي ما يدركش تغيرهم وسرعة تغيرهم يبتدي يعترض على كل حال في إيه؟ منفصل. لكن لما تنظر لسرعة التغير خلاص بقى تعذره، لكن لا تقتدي به. أنا أعذره ولا أقتدي به. فهمت بقى المسألة؟ وسمع رجل رجلا يقول جل الله، فقال له أحب أن تجله عن هذا. لو أنت بتقول جل الله صحيح، يعني أنا أحب أن تجله عن أنك تذكره بلسانك مع الغفلة. فهمت إزاي؟ زي أنت المصريين يقول لك يا أونطجي، بتذكر ربنا وأنت غفلة. يا أونطجي، أونطجي يعني إيه؟ يعني يظهر بلساني ما ليس في قلبي. أدي معنى الأونطة. فهمت إزاي؟ أدي معنى إيه؟ أحب أن تجله عن هذا، أي عن هذا الذكر مع الغفلة. يعني سمعت بعض الفقراء يقول، سمعت أبا الحسن الخزفاني رحمه الله يقول لا إله إلا الله من داخل القلب، محمد رسول الله من القرط. برضو نفس الكلام، اللي ينظر لهذا النظر كأنه بيستهين بمقام النبوة، واخد بالك؟ في ظاهر هذا اللفظ كلنا نعترض عليه، لأن مقام النبوة أعلى من أن يستهان به، بل الاستهانة به كفر. فهمت بقى المسألة؟ لكن هنا ده في مقام الفناء تماما، ده فنى حتى وصل إلى حال الأحدية لا الوحدية، لأن في حال الأحدية حيث كان الله ولم يكن شيئا معه. اللي بيصل لهذا المقام نظرة لا يرى مع الله أحد. فهمت إزاي؟ ده مقام فناء بعيد قوي، لكن الله لم يرده لنا، أراد الله لنا مقام الواحدية، أي أن ترى الله ونسبة الخلق له سبحانه وتعالى، وأكرم مخلوق هو رسول الله الذي ارتضاه له، فأرادك في مقام الواحدية لا في مقام الأحدية. فهمت إزاي؟ اللي هو مقام الـ 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 البقاء بعد الفناء. يبقى في مقام فناء، وبعدين بعد مقام الفناء مقام البقاء اللي هو إيه؟ يردك بعد ذلك إلى مقام العبودية الحقة. تبدأ عبدا لله فتصير عبدا بالله. فهمت إزاي؟ تبدأ سالكا لله فتصير سالكا بالله. فهمت بقى المسألة؟ ومن نظر إلى ظاهر هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع، ولا كما يخطر بالبال، إذ الإخطار للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق سبحانه متصاغرة في التحقيق، ولكن تعظيم الرسل من الحقيقة المطلوبة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى ده حال لمحة، لمحة فناء تطرأ على قلب العبد، فيجي الولي يعبر عنها لمحة، لكنها مش هي دي الأمر المستقر. فهمت بقى المسألة؟ ليست هي الأمر المستقر، ولا يؤخذ بها دليل على أن أحوال الأولياء كلها على هذا الحال، بل دي لمحة تخطر على قلب الولي ثم يعود بعد ذلك إلى الأدب مع صاحب الشرع الشريف. تفضل.
كان لا يرى احد، حتى ان الرسول كان يمر عليه يسلم عليه فلا يرد عليه السلام. سيدنا بلال وهو يعذب فنى تماما، حتى انه كان لا يشعر بالعذاب، وكان يجر على اللهب ما يقولش اي حد، كانه متبنج. شفت ازاي؟ ربنا بنجه بنج كلي رحمه بيه، لانه كان بيعذب عذاب اليم، فاداله بنج رباني كده، فسلبه عن نفسه وعن الوجود حوله مع بقاء الحياة فيه. فهمت ازاي؟ فلا يرى الا الله، فصار في مقام كان الله ولم يكن شيئا معه. فكان يمر عليه النبي يسلم عليه فيقول احد احد، يعني لا يرى شيء. حتى رسول الله، حتى رسول الله، خلاص ده مش موجود، ده مش هنا. وبعدين بعد ما انقضى العذاب ربنا رده تاني لمقام الصحبة العالي ومقام الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المسألة؟ فكل الحاجات دي بتحصل للأولياء، لمحات تحصل في القلوب، لأن الإنسان مبنى على التغير، والله سبحانه وتعالى باقي دائم لا يزول سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيرنا إلى أحسن حال، وأن يقيمنا على ما أقام فيه الأنبياء والمرسلين والأولياء الكمل العارفين، ويقبضنا على خير حال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.